إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية، إحدى نسبها المثلثية. طيب أنا باجي عندنا الزاوية، إحنا كنا بناخد في الدرس الثالث، الدرس الثالث كان بيجيب لي مسألة كده، مسألة كده يقول لي مثلا، الدرس الثالث مش الدرس ده، كان يقول لي إذا كان قتا مثلا س تساوي ماشي سالب 6 من 10 أو سالب 3 على 5، و قتا س قد خلى قتا س سالب 3 على 5، وسيتا تنتمي للربع مثلا اللي هو الرابع، الربع الرابع اللي هو من 3 باي على 2 باي. وكان يجي يقول لي بقى ايه، اوجد مثلا سيتا، او اوجد جا سيتا مثلا، مش جا سيتا بقى، ممكن يقول لي اوجد جا سيتا ظهر سيتا زائد أي حاجة بقى، زائد مثلا قاسي قاسيتا كتاسي بس. طب أنا الفكرة كلها إيه؟ إن أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بعمل لدي شيفت كوزاين، شيفت بسأل نفسي القطا أصلا مقلوب الجا، القطا أساسا مقلوب الجا، يبقى كنت بقول إن القطا سيتا دي تساوي سالب 3 على 5، يعني معناها 1 على جا سيتا بتساوي سالب 3 على 5، وبناء عليه يبقى الجا سيتا هي المقلوب بتاع ده، يعني سالب 5 على، لا معلش هي دي هتبقى تكون جايه العكس بقى، لان الجا لازم اجابتها تطلع صغيره، يعني هتكون جايه لي دي اللي 5 ودي 3 اهو، اقوم اما انا اقلبها تبقى ايه؟ هتكون جايه لي الاجابه المساله كده، سالب 5 على 3، أقوم لما أنا أقلبها تبقى إيه؟ سالب 3 على 5، لأن إجابة الجا دايماً بتطلع أصغر من 1، إجابة الجا بتطلع أصغر من 1. طيب فكده لو أنا جبت الجا بسالب 3 على 5 كنت كل ما عليا إن أنا بعمل إيه؟ أنا عايز أجيب الزاوية نفسها، بقوم عامل شيفت عشان دي جا ساين ل 3 على 5 وأجيبها بالآلة. شيفت ساين ل 3 على 5 وأجيبها بالآلة. طيب هو نفس الكلام ده الدرس ده، يعني انا عايز يعرفني ان انا بس الدرس الثالث كان يجيب لي زاويه يقول لي مثلا جذر 3 على 2، زاويه مشهوره اللي هي ال 60 وال 30 وال 90 والجماعه دول، لا ده بيجيب لي اي زاويه بقى، يعني ممكن يجيب لي دي كسر 10 كمان، يعني القاطع يجيب لي ايه؟ يجيبها لي برقم 10. المهم ان انا بعمل شيفت ساين، هو نفس الشغل، شيفت ساين طلعت الزاويه، نفرض الزاويه مثلا طلعت كده 48 3 من 10، نفرض بين يعني. 36 يا أستاذ. طب ماشي مش مشكلة، تطلع كام؟ نفرض انها طلعت 48 و3 من 10 مثلا. يبقى انا افهم كده ان السيتا 48 و3 من 10 وابتدي اعوض فيها على هذا الاساس. بس اخد بالنا من حاجة، لازم ابص على الإشارة. لازم ابص على الإشارة. والإشارة سالبة، إشارة الجا سالبة فين؟ أنا عندي لو رجعنا تاني لدائرة الوحدة أهو، الجا بتبقى موجبة هنا في الربع التاني اللي هو حدوده من 90 ل 180، وده من 270 ل 360، فهنا الجا بتبقى موجبه فين؟ الجا بتبقى موجبه في الربع الاول، لان كل الناس هنا موجبه في الربع الثاني، ولكنها سالبه هنا في الثالث وفي الرابع. بس هو الراجل محدد لي، قال لي ان هي الزاويه موجوده من 3 باي على 2، 3 باي على 2 اللي هو 270 و2 بار، يبقى هي موجوده في الربع الرابع. الربع الرابع زي ما اتفقنا اسمه ايه؟ ده اسمه 180 ناقص سيتا، ده اسمه 180 زائد سيتا، ده اسمه 360 ناقص سيتا. فالزاويه طالما اتوجدت في الربع الرابع هنقول ان هي 48 مثلا، بعد ما عملنا عملتها بالاله طلعت 48، مش معنى كده انها تبقى 48، ده هي لو اتوجدت في الربع الاول هتبقى 48.
طب لو اتوجدت في الربع الثاني هيبقى قياسها 180 ناقص 48، يعني قياسها هيبقى 132. لو اتوجدت في الربع الثالث هيبقى قياسها 180 زائد 48، يعني قياسها هيبقى 228. هي اللي موجودة فين أصلا؟ هو محدد لهم اللي إنها موجودة في الرابع. في الرابع يبقى قياسها هيبقى 48 360 ناقص 48. يعني هي القصة كلها معتمدة على إن بعمل شيفت ساين للزاوية بعد ما أجيبها أشوفها موجودة في أي ربع. هي موجودة في الربع الرابع، يبقى هي 360 ناقص 48، ونجيبها هتطلع 312. بس يبقى معنى كده ان الزاويه بتاعتنا طلعت كام؟ 312 درجه، مش طلعت بقى 48، لان حسب الربع اللي هي موجوده فيه. وكده خلاص تعتبر المساله اتحلت، لان انا هبتدي اكتب جتا 312 درجه. بالنسبه للظبطه انا ما عنديش زرار للظبطه على الكالكوليتر، ممكن اعملها 1 على ظ 312 زائد القا مقلوب الجتا. مقلوب الجتا يعني ايه؟ يعني ممكن اقول 1 على جتا 312 جاتا سيتا اللي هي جاتا 312، ودي اصلا ممكن تضيع معايا. طيب واعمل كل ده على الكالكوليتر وخلاص واطلعها، وانا كده جبت الايه؟ الاجابه اللي عايزها. يبقى الفكره ان انا هضرب شيفت ساين للرقم اللي هو جايبه، طبعا بعد ما اشقلبه، لان انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش حاجه للقطع الان. وبعد كده بكتب شيفت ساين بعمل الرقم بالموجب. والله يطلع لي الزاويه، ابتدي اشوف الزاويه موجوده في انهي ربع. والله لو هي موجوده في الاول يبقى اسمها زي ما هو 48، لو هي موجوده في الثاني يبقى 180 ناقص 48، لو هي في الثالث يبقى 180 زائد 48، وهكذا. تمام؟ وكده يبقى احنا جبنا الايه؟ الجزئيه.